هاتي رقم موبايلك، هاتي لشو؟ 50,000. شو 50,000؟ رقم موبايل. صدقيني ما فهمت عليك. يعني انت بكره رح تتصل فيني تليفون وتقول لي كيف كانت السهره امبارح، ان شاء الله عجبتك، وانا رح اقول لك يعني كثير كانت حلوه. بعدين رح تقول لي كنتي منوره السهره امبارح، فانا رح اخجل وبعدها رح تعزمني على فنجان قهوه. بس انا رح اقول لك مالي بنوم لانه متضايقه شوي. رح تقول لي بكل شهاده شو اللي مضايقك يا دارا؟ رح اقول لك مزنوقه على مصاري. رح تقول لي قديش؟ رح اقول لك 50,000. وبعدين بعد ما تعطيني المصاري رح تتفجر مشاعرنا انا وياك. فمشان هيك رقم موبايلي 50,000.
شباب مبسوطين يا محق معهم لك فرحانين مثل قلبهم. شنقليلة 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 من هالليلة صار له عيلة من هالليلة صار له عيلة. بس الله يلعن العادل وخمي، هي القواص هي مالها طعمي طاول. اوف اوف على العادي. انت يلا بابا خلينا ننزل. طولي بالك مالك سمعاني، بس يخلص القواص بتنزلي. هشام الله يخليك رجع. اوزو اوزو كمان هشام انا بدي اتجوز معكم. لك يا هشام شان الله تفوت احسن ما تجيك جرزازه تفوت. لك على هشام الله يخليك. ورا دبرها ورا دبرها هشام. لك يا هشام اسمعني الله يخليك فوت لجوا فوت لجوا. هدول ما لازم يعوزوا. لك فوت انا هذا الخلاص بتعرفوا مين زرع العالم الموجودة. بس فوت بس فوت احسن ما تجيك شرفازة فوت. عوزوا عيبكم عوزوا تصارنا فوت عوزوا. ايه بعرف بعرف فوت اخاف علي فوت فوت. عريس الزين يتهنى عريس الزين يتهنى يطلب علينا ويتمنى يطلب علينا ويتمنى. صلوا على محمد مكتوب عليه. وش في القصة؟ ايش بيعرفني؟ شباب قصة ايه؟ لك شيل ايدك سالم في دم يا شباب. سالم سالم لك ايش فيه؟ سالم ايش في؟ رح اموت. ايش صار له؟ كان طلعت نفسي ما عاد اقدر. هي بس بتعزمك هي السودا فيها فوائد كثير. هي هي فيها ماده النيتروجين اللي بترفع عندك مستوى المدري شو بالدم. ميحة خلص اكلتها وهي اخر قطعه. لسه قطعه واحده هي لسه. خلاص هي وكمان تعي اخر قطعه. ها ثاني بعز عليكي انا ولا ما بعز عليكي؟ اذا ما بعز عليكي قولي ما بعز عليكي. يلا يا
ما فتحت التمر لسه؟ شان يا ايوه خلاص خلاص شو عم تتصل بتعذب حالك؟ انه مشان تعيدها يعني؟ بتكون محتفلة مع سالم ومو متذكرتك بالمرة. ايش صار له؟ يا جماعة حد يطلب اسعاف من شرطة. سالم لك اين اسعاف؟ انا بجيب السيارة. يلا عم ايش في؟ هيني يا سالم هيني. سالم حبيبي طول بالك طول بالك طول بالك بحياتي عندك طول بالك سلم. لا 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 طول بالك يا عمي طول ازاي سلم طول بالك معك انا معك يلا يا شباب يلا 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 عملكم شوي 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 نكمل هني شوي شوي شباب شوي شوي بعدولي بعدولي يلا بسرعة سلوك ليني أدخل سلوم حبيبي حبيبي طول بالك طول أنا جنبك لا تخاف يا عزيزي لا تخاف أنا منيح رح تكون منيح والله رح تكون منيح يا سلوم صباح الخير أهلين أهلين أستاذ سالم كيف التحضير اليوم؟ ماشي الحال ما أنا ماني قد حشوة الكباية لا تعرفي رزان أنا جنبك اليوم عن جد يعني لو رح تبرد جنبي لا تشيلي هم بالفرقوني لجنبك سلام يلا خلونا نلحق يلا يلا يا هاي اخر وحده بعد قدر
لا ما بصير تحت امك. خلص خلص الله يخليك ما عاد تقدر. تعي تعي السيدة بتقويكي بصير قوي عظم. شوفي انا قدي قوي انا باخذ سودا بصير قوي. صح 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 ده يعني انك انت بترددي عم تسعي. لا يا لا يا تحت مشاني تحت تمتو يا سيدك. وين؟ عفو لك شو صار هاي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ما بتخلي الواحد يتهنى براسنا. وين عفو؟ يا عفو؟ يا جارنا ابو التفات. والله زكاتك والله. اهلين جار خير. يعطيك العافيه. اهلين جاري. والله ما بعرف مرتي شو بها. والله انطفت ما بعرف شو صار لها انطفت. بدنا ناخذها على المستشفى. سلامتها سلامتها. بس انا ما عندي سياره. لك بعرف انه ما عندك سياره. من لك سياره انت؟ بس مرتي بدي احملها. شلون بدي احملها لحالي؟ اه غابت عن الوعي يعني. انطفت ما قلت لك. ما من تمه ولا من كمه وانا لا من ايدي ولا من رجلي. بدي اعملها. تعرف مرتي اسميني. ساعدني ان شاء الله يا ابو الكفاح. طيب جار دقيقتين غير ثيابي وارجع. ايه يلا يلا تفضل جار تفضل. وانا كمان بدي اغير ثيابي. لا وين مو انا رح اغير ثيابي ولحالي انت. يلا
بابا على حلب. شو طلعوا يعملوا بحلب؟ يعني طلعوا يعيدوا راس السنه هنيك. وشو؟ بكره كتب كتاب رزان على سالم. شو الواحد يعمل يا زلمه؟ لك اضبط شيء الواحد يحلل له بول، لانه البول سبب كل العلم. صحيح قديش ساعة هلا الوقت؟ متأخر ما؟ يعني شيء ثلاثة وربع. إن شاء الله ما تأخذني، أنا فياتك هيك وزعجتك يمكن. لك يا جار ليش نحن قدرنا ننام؟ أساساً صوت رصاص ما هدي كل الليل. صحيح ليش كانوا عم يعوزوا؟ مش هيك؟ والله محتفلين. ترجع مباشرة على المطعم وبتروح بتوصل ماما على بيتها، ما في حدا يوصلها، اوكي؟ حاضر مدام. ماشي. يسلموا. ميرسي كثير على التوصيلة. ولو يا. اهلا وسهلا. تشرفت بمعرفتكم، فرصة سعيدة. وأنا هاي كمان، كيف حالك؟ تصبحوا على خير. مر ثواني أنا لوصل على المطعم بس. يلا. صباح على خير، كل سنة وانت سالم. انت سالمة ليه؟ ما انتو هون ساكنين؟ ايه هون. طيب خليني اوصلك لجوا. لوين لجوا؟ لجوا لقدام الباب. لا ما في داعي، بفوت لحالي. خليني اوصلك. بفوت لحالي عم بقول لك، خلص رجع لعند رفقاتك. اوكي مثل ما بدك. احنا ساكنين بهي البنايه اللي على العظم، وبيتنا من جوا منه مكسي، وبننام على الارض. هي مفاجاه راس السنه. تصبح على خير، بشوفك بكره بالمطعم. لك صحيح انتو
ليش ما بتجوزوه لابنكم جود؟ شو ناقصه يعني؟ مو ناقصه شيء، بس عم ندور له على وحدة بنت عالم وناس بتكون حلوة مثلك، ما عم نلاقي. ايه جوزوه هي اللي ورا، والله بتتجوزه وبتتجوزك إلك إذا بدك. لا أنا ما بدي أتجوز، وكنت تجوزنا وحدة فكرناها وحدة، طلعت واحد عامل حاله وحدة. لك ما تضحكي، ما عليكي شو نكدية. صحيح أنت بتعرف إنه ابنك حابب وحدة حلبية؟ حلبية؟ ومنيحة؟ كتير كتير منيحة. من كتر ما على منيحة سرقته. شو سرقته؟ سرقته يعني سرقت له مصاري، مدري كم 100,000 دولار. ايه شو سوا هو؟ لا ابنك ما بينخاف عليه، ما بينخاف عليه ابدا، يعني هو قد حاله. تعرف شو عمل؟ شو؟ سامحها. لقدام شوي. تكرمي. ليش عم تطلع فيه تطليعه وكأنه أنا اللي قوصته لسالم؟ لا أنا بعرف إنه ما أنت اللي قوصته، مو بالضرورة تكون أنت، بس اللي قوصوه ما لقوا غير طريقة واحدة يعبروا عن فرحهم، هي الطريقة البشعة، غباء وتخلف. لك لما بيصير عراس بيقوصوا بيروح قتله، بيموت عالم بالعزة، بيرموت عالم تقوصوا. إذا دخلنا جول بشي مباراة هيك لاقي بيقوصوا، بتروح عالم هيك ببلاش تنقتل. منين جتنا العادة الوسخة هاي؟ منين اجتنا؟ يعني ما في العالم ما عنده هيك زرة بعقلها إنه تعرف إنه هاي الشغلة بتسود الوجه؟ ما عم فكر؟ معك حق، يا ريت الناس يقتنعوا باللي عم تقوله. ما رأيك تمام؟ عبس ما رأي حدا يقتنع. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. حضرتك والده؟ أنا لا، أنا عمه بس بمثابة والده يعني. بصراحة وضعه غير مستقر، وما حسنا نشيل الرصاصة لأنه ملامسة لجدار القلب، و 48 ساعة الجايين حرجين جدا، بدنا ننتظر حتى يستقر وضعه ونرجع نعمل له عملية حتى نشيل الرصاصة. وهلا شلون وضعه؟ يعني صحيان ان شاء الله؟ ايه هلا هو صحيان والممرضات عم يجهزوه حتى ينقلوه على غرفته. دكتور كرمال الله خليني ادخل اشوفه، انا خطيبته. بامكانك تشوفي لوحدك، بس ارجوكي ما تخليه ينفعل. إيه؟ لانه هال 48 ساعة الجايين حرجين عليه. الطابق الثاني الغرفة 208. ماشي ماشي. أذهلني هالشاب قديش متمسك بالحياة، مع كل كمية الدم اللي نزفها وصل لعنا على المشفى صاحي. الحمد لله. شلونك رزي؟ حاجتك بقى. ايه ما فيك البلا، قال طلعوا لك الرصاصة، كم يوم رح يطلعوك من هون؟ تاي 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 بركي. Thank you.
شد بحبك يا رزة وانت عم تكذبي علي. واخ شدك حلوة وانت كذابة. أنا سمعت إيش كانوا عم يحكوا. حبيبي سلوم. كنت مغمض عيوني وعملت حالي غميان وسمعتهم ايش كانوا عم يقولوا. قالوا انه حالتي كتير صعبة. بس انت رح تقوم، والله رح تقوم رزان. انا بحبك. اذا بتحبني قوم. اذا انت بتحبيني ياكي تسمعي للاخير اللي بدي اقوله وما تقاطعيني ابدا. طيب طيب انا ما رح اقاطعك. ماشي حامي. وبالشهر الرابع. والله والله احتار اضحك ولا ابكي لانه فرحة هي لا تغتفر. مبروك. مبروك لك. الله يخليكي. مبروك. شكرا. مبروك لك. شربي فرحت لك من قلبي. ايه بس هذا الولد ابنك يا جار. ابني لك ونحن فرحنا لك. ايه انا فرحان ابني. على فكرة انا بدي اعطيك اكرامية. ولا هدي هدي لحظة. اكرامية عندي جار. عندي الاكرامية. عندي لحظة. شو عندك؟ والله ما بتطالع ولو يا جار بيناتنا نحنا. اساسا ما معي انا اعطيها. شو ما انا وصيتها هلا للصبي انه ما تخليه يحكي ابدا. ايه خلاص ما بيحكي. ورجاء ممنوع ينفعل اي انفعال حتى لو كان خفيف. اكيد اكيد. الله يعطيك العافية. معافى ان شاء الله. الله يسلمك. رزي الحياة فيني وبلاي بدها تمشي. لا ما في حياة بدونك. قلت لك الممرضة ما تخليني أحكي كتير مشان هيك ما تقاطعيني وتجبريني أحكي أكتر. طيب طيب خلص والله ما رح أقاطعك. هلا الكلام ده أحكي معك بتكبي ورا ظهرك إذا قمت وما متت. ما رح تموت. ما رح تموت رزان. جود بحبك كتير. أنا شفت عيونه لما كنا عنده بالمكتب أنا وأنتي. شفته كيف كان عم بيطلع فيكي. نحن الشباب نفهم بعض وهالشاب مبين عليه بحبك كتير. ما بدي ما بدي. طيب طيب آسفة كمل. في ناس بالحياة بيخلقوا وبتمن معلقة دهب وهالشب منهم. رزي أنا بحبك كتير. بحبك على قد ما بكره الرصاص اللي بصدري. جود بحبك على قد ما بيكرهني. وبيكرهني لأنه بحبك. بس أنا ماني زعلان أبدا. المهم يحبك ويحافظ عليك. سلم سلم. الله يخليك حال رزة. سلم بدنا نوصله لهالنبط. من 7 سنين كان لازم نوصله. أم حبيبي الله يوفقكم. أنا نبضي انقطع. يعني بقيان لي شوي بتخرج. امبارحة كنا قاعدين أنا وأمي وأبوي وعم نحكي عن يوم التخرج. قررنا إنه بيوم التخرج المسويات بدنا نجي لعندكم على البيت. بيوم التخرج؟ هي بيوم التخرج. إيش بفكر عنا مزح؟ طب إجي أنت عملوا عنا بيوم التخرج؟
على اساس ما بتعرفي يعني. تعي 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 ناخذ سيلفي. يلا. ايش عم تعمل سالم؟ ايش عم بعمل يعني؟ طلعي هالصوره. الناس الناس طلعيها بدنا نربط هالقلبين بقى. طب يلا يلا على السريع على السريع على السريع على السريع. عندك تقوم يا سلوك. خلص خلص تابعك. قصدك نامي جوا بغرفتك؟ آه. داري داري يا بنتي. يا الله يسامحك، حدا بنام هيك نومي؟ بازم فايق ها؟ انتي ليش فايقة بكير؟ عندي شغل. لك بنتي اليوم عقلة الدنيا كلها مسكرة. بس المطاعم ما بتعطل. حكى معك شي بابا أو رزان؟ لا ما حدا حكى معي. طيب خليكي وين قايمة؟ ارتاحي شطحي ظهري. لك بنتي بدي أقوم أطحن له شوية أكل لأخوكي. طيب بدك مني شيء قبل ما أروح؟ إيه بدي 4000 ليرة قبل ما تروحي حطي لي إياهم لأنه دكتور أخوكي بده يجي اليوم. تكرم عينك. هلا خبروني برا انه انت صرتي بالشهر الرابع. انا ما حبيت خبرك الا لحتى يثبت الحمل. والله توقعتك هيك تفوتي مبسوطه بالسنه الجديده وتعبطيني وتبوسيني وتقولي لي هابي نيو. هي الحركات لازم تبطليها فهمانه؟
انت مالك علاقه فيني، الي علاقه ونص. انا بعتذر عن متابعه الاشراف على حالته لباسي. وليش ما بدك تاخذ منه دكتور شفقه؟